الوصفة ديال اليوم هي الحمص مقلي في الفران، تيجي رطيطب وزوين. عندنا لكم هنايا 3 زلايف ديال الحمص مرقد بنهار مفزق، وشوية ديال السودانية او الفلفلة حارة مطحونة، معلقة صغيرة ديال التحميرة، معلقة صغيرة ديال الزعتر، والملحة الكافية. تنضيف هاد العطرية او التوابل على هاد الحمص، وتندخلوه فيه بهاد الشكل هذا. تندمج لينا هاد العناصر مع الحمص ونخليه واحد المدة قليلة ونرجعو ليه. من بعد ما تركت الحمص ديالي واحد المدة باش يتملح مزيان، غنخويه واحد الطاوة بهاد الشكل هذا. وغنقادو في الطاوة ديالي، وغيكون عندي الفران سخون وغندخلو ليه فران ديال الدار. هذا هو الحمص، مين تيخرج من الفران تيخرج غزال شهوه منه، كبحال الحمص التركي بطيطب ما يهرس السنان ما